شيخ، اليوم مثل ما بتعرف يعني جماعة المولد بيحتفلوا بالمولد وطبل وزمر وكذا. عندنا احنا في منطقتنا في احتفال وصارفين عليه يعني كثير، في وصالات عرض سينمائية وهولوغرام وواقع معزز و... ايه ف للمولد. ايه الله أكبر. فعرضوا يعني لقطات من السيرة النبوية، أي. فلاحظت انه ذكروا بعض يعني الصحابة بسوء شوي، مثل عندك ابو سفيان ومعاوية وعمر بن العاص. من يعني هم أحباش؟ هم حاليا يعني ما هو معروف يعني المنهج تقريبا، هو الشيخ اللي طالع بالمولد هذا صار له تقريبا 4 سنوات بيعملوه بمدينة حلب. ويشك يعني في أقاويل حوله، يعني شيعة وما شيعة وهكذا. لا، قد يكون هو من الأحباش، لأن الأحباش أشعرية، ولكن عندهم مشكلة مع معاوية ومع أبي سفيان رضي الله عنهما. كمان في نقطة على يعني والد ووالدة النبي صلى الله عليه وسلم، كمان بالحكم عليه السلام، عندك كمان أبو طالب نفس الشيء. هذا سبحان الله الذي نشره السيوطي بين الناس، هذا الفكر الباطل المخالف للآثار ومخالف للأحاديث، لكن هم يريدون أن يجعلوا والد ووالدة النبي مسلمين أو مسلمين، لأن يرون أنهما لو لم يكونا مسلمين لكان هذا طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس طعن. لا أنا حضرت بعض الدروس الشيخ، يعني هو عنده صفحة وكذا بيقول إنه الأمويين هم اللي طعنوا بوالد ووالدة الرسول وأبو طالب مشان يعني يصيروا سواسية، مو ما كانوا يعني مشركين، يعني الإسلام متأخر أيه. شوي. لا، هي هذا ما لها علاقة بالأمويين أساساً، هل هم ماتوا على الإسلام أم ماتوا على الشرك؟ يعني هذا هم ماتوا قطعاً قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فهم إذا أردنا أن نتنزل وأردنا أن نبطل الأحاديث اللي هي في صحيح مسلم وكذا، إذا أردنا أن نبطلها وأن نضعفها وأن نقول هذه غير صحيحة، فعند ذلك لا يجوز أن نترضى عنهم، لأنهما من أهل الفترة، وأهل الفترة لا يجوز أن نترضى عنهم، لأننا لا نعرف ماذا سيكون حالهم عند الله سبحانه وتعالى. أهل الفترة ليسوا ناجين. لو كان أهل يعني الناس الذين في قريش وغيرهم يعني من كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي، لو كانوا ناجين وسيدخلون الجنة لما جاء النبي انقسموا فرقتين، فرقة آمنت به سيدخلون الجنة، وفرقة لم تؤمن به سيدخلون النار. إذن كان مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وبالا عليهم، لأنهم قبله كانوا الكل في الجنة. لا، إذن هم كانوا من أهل النار وكانوا من أهل يعني الهلاك، فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه نجا وأنقذ، فكان بذلك رحمة للعالمين. وإلا على تفسيرهم وعلى قولهم بأن جميع من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ناجون، فهذا قول يقتضي أنه وبال وليس رحمة للعالمين، وحاشا أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك. تمام يا شيخ، بس هو يعني ذكروا آية إنه المشركين نجس، ومستحيل إنه يجي النبي صلى الله عليه وسلم من يعني يكون طاهر من جاي من نجس، أو بهذا المعنى. الطهارة، طيب سؤال، شيلنا من الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب تمام، ألم يكن مشركا؟ وألم يكن أبواه مشركين؟ هو تمام. بنفسه كان مشركا. على سبيل المثال، أنجب عبد الله بن عمر لما كان مشركا، هل عبد الله بن عمر نجس؟ هل يستطيعون أن يقولوا ذلك؟ لا. فإذا شرك أبيه لم يؤثر عليه طالما أنه أسلم. فعند ذلك إذا أرادوا أن يتكلموا بهذه الطريقة، عند ذلك عليهم أن يقولوا جميع الصحابة حاشاهم طبعا، يعني سبحان الله، حتى إذا أريد أن أحكي الكلام على لسانهم سيكون صعب،
عليهم أن يقول أن جميع الصحابة أنجاز حاشاهم، وهذا لا يمكن أن يقوله أحد، أن يقوله أحد. وإنما المشركون نعم نجس، نجس من حيث ماذا؟ من حيث أنهم ليسوا على الملة الطاهرة، ليسوا على الملة الحنيفية. أحسن الله عليكم شيخ. آمين وإياكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.